رئيس الفيفا يطالب بوتين بوقف حرب أوكرانيا. توم بريز، سلام الله عليكم. طالب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو بوقف الحرب الروسية الأوكرانية لمدة شهر خلال كأس العالم 2022 في قطر. يؤمن رئيس الفيفا بضرورة إسكات البنادق مع أول صافرات لمباريات كأس العالم يوم الأحد المقبل وحتى النهائي في 18 ديسمبر كانون الأول المقبل. وقال رئيس الاتحاد العالمي لكرة القدم: نحن لسنا ساذجين، ونعتقد أن كرة القدم يمكن أن تحل مشاكل العالم، لكن يمكن أن تكون إشارة لوقف الحرب. كما نظر إنفانتينو إلى قادة الدول الحاضرين في قمة الـ20، ومن بينهم الرئيس الأمريكي بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتز وزير الخارجية الروسي سيرجي لارفو، ثم قال: أنتم قادة العالم، لديكم فرصة للتأثير على مجرى التاريخ. وأضاف: طلبي من الجميع هو التفكير في وقف إطلاق النار لمدة شهر خلال فترة كأس العالم، أو على الأقل فتح ممرات إنسانية أو شيء آخر يؤدي إلى استئناف الحوار. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.